الرحيم، مرحبا واهلا وسهلا بكل من انضم الينا مجددا مع انطلاقة الشوط الرابع للزمول الثامن في ترتيب اشواط هذه الفترة المسائية الخاصة بسباق المحلي الاول. ايها الاخوة الكرام، الشوط انطلق قبل قليل والمقدمة مباشرة مقدمة الشوط المقدمة مباشرة من يحتل المركز الاول حلحيل يحتل المركز الأول لعنزام بن محمد بن خاتم النعيمي، ويليه في المركز الثاني حامل الرقم 14 سنتعرف عليه في هذه اللحظات. المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء ظبيان عبد الله بن محمد القريوي يحتل شعار القريوي ثاني المراكز، ومهاجر يأتينا في المركز الثالث لسعيد بن حمد بن لزيوح ونقله من مهاجر إلى المركز الرابع. رابع المراكز مشاهدينا الكرام مصيحان لسالم بن علي الصعاق يحتل شعار الصعاق رابع المراكز، وعطور المركز الخامس يا سلوب ظبيان لعلي بن محسن بن نديله ينطلق شعار بن نديله ويتسلل على خامس المراكز، وانطلاقته ممتازه للغايه. وركز يا بن نديله في هذا الشوط، ركز، اعداد هائله وكثيره وكل المضمرين يطمحون ويتمنون الفوز بالمركز الاول والمراكز المتقدمه الاولى والعوده الى مقدمه الشوط. ونرى من ينطلق على شاشه التلفزيون، حلحيل حايلهم، حلحيل حلحيل يا سلام، حلحيل لعنزام بن محمد النعيمي يحتل المركز الاول. اذا حلحيل مشاهدينا الاعزاء في مقدمة الشوط وبشعار عنزان، يا سلام يا ابو محمد حافظ على هذا التقدم. ومهاجر ياتينا في المركز الثاني لسعيد بن حمد بن لزيوح ينطلق مع مهاجر في ثاني المراكز، وانطلاقه مهاجر ممتازه للغايه ونقله الى المركز الثالث. ظبيان لعبد الله بن محمد القريوي ينطلق وايضا مركز القريوي في هذا الشوط. والمركز الرابع مشاهدينا ينطلق مصيحان لسالم بن علي الصعاق في رابع المراكز وخامس المراكز، من أراه ينطلق من هنا من عمق الميدان، ظبيان لعلي بن محسن بن ديره المري. هذه الخمسة المراكز المتقدمة الأولى في هذه الأشواط المسائية المفتوحة، والله الله 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 يا سلام يا سلام على الانطلاق في ساحة الميدان مع هدة الشوط يبين ركض السابقة والقليصة، يا سلام بالفعل هنا في أرضية الميدان، والميدان يا حميدان مقدمة الشوط مع حلحيل لعنزان بن محمد بن خاتم أو عنزان بن محمد النعيمي، ينطلق في المركز الأول مع حلحيل وحافظ على التقدم يا أبو محمد، حافظ على التقدم يا عنزان. النقلة والدور مهاجر يا سلوم بن لزيوح موجود في هذا الشوط، شعار انجادي وشعار شاهين وشعار براق وشعار العديد ومن الهجر الممتازة، واللامعة بهذا الشعار الأصفر يتواجد على ظهر مهاجر لسعيد بن حمد بن لزيوح، ودخول وتسلل على ثالث المراكز. من ينطلق الساعي لمن الساعي؟ جمع الكباشي، يتواجد الكباشي على ثالث المراكز مع الساعي وسلالة الساعي وماركة الساعي. الله يا سلام، المركز الرابع مصيحان سالم بن علي الصعاق، وركز يا الصعاق، ركز يا الصعاق، آخر كيلومترين على خط النهاية وتفصلنا عن ناموس الشوط. المركز الخامس والأخير المسموح له بالنداء والإذاعة مع ظبيان لعلي بن محسن بن نديله المري. هذه الخمسة المراكز المتقدمة الأولى والعودة إلى حلحيل، ما عليه ضغوط، حلحيل منطلق وانطلاقته ممتازة. عنزان بن محمد النعيمي في موقف ممتاز وفي وضع ممتاز وفي وضع مريح، ولكن أرى الهجوم من الملاك والمضمرين، أرى الهجوم في ثاني وثالث ورابع يشنون الغارة على مقدمة الشوط وعلى هذا الموقع. يا عنزان
الميزان يا اخوي، حافظ على التقدم واصدر الاوامر، اصدرها من خلال الجهاز اللاسلكي، من خلال الجهاز، اعطي الاوامر، صوت صوت، خله ينطلق الحين، خله الحيل ينطلق ويندفع الى المركز الاول. 1500 متر، اعلان خطير، تاهبوا يا مضمرين، اقلعوا يا ملاك، يا سلوم يا حلحيل، ما زال يقود الشوط ويندفع، وكل ما شعر بالخطوره اخذ ينطلق، عندما يشعر بالخطوره يتقدم خطوه الى الامام وينطلق، وانطلاقته ممتازه للغايه، يا سلوم يا عنزان، يا سلام يا عنزان، مشكور يا عنزان على هذه المواصيل التي وصلت اليها، وصلت إليها حلحين، حلحين يا سلام يا حلحين، 1200 متر وحلحين ما شاء الله، حلحين منطلق، حلحين متميز، حلحين مركز، مركز من عنزان مع حلحين في هذا الشوط الرابع، في هذا الشوط الرابع للزبون والقوي، تتميز أشواط الليلة بالقوة والإثارة، وما زال حلحين الكيلو متر الأخير، كيلو العمليات، كيلو حبس الأنفاس، الكيلو الأخير، يتبقى بعد هذه اللوحة أمتار قليلة، أمتار فقط، أمتار أمتار، وما زال حلحين، وما زال حلحين وبدون أوامر، يا سلام يا هذا الشعار، وشعار عنزان في مقدمة الشوط ومركز تمام التركيز، وأيضا متميز في هذا الشوط، يا سلام، وإذا بيلحقنا حد أو قعدان أو زمول من زمول الغير، فحلحين له بالمرصاد، فحلحين على أتم الاستعداد للانطلاق وللمعاركة ولأيضا المقاتلة في هذا الشوط، ولكن المركز الثاني مصيحان، سالم بن علي الصعاق يتقدم، شعار الصعاق وينافس، والمعركة طاحنة، مصيحان وحلحين 500 متر، مصيحون يا عنزان قادم، مصيحان قادم يا عنزان بن محمد، الخوف الخوف الخوف، يا سلام الخوف على حلحين، من مصيحان ينطلق، مصيحان يتسلل، مصيحان ينتزع المركز الأول، وعنزان الله يا حلحين، ودعهم حلحين، باي باي للمشاركين من حلحين، يا سلام، الله الله، حايلتك حايلتك يا حلحين، يا سلام يا حلحين، يا سام روح يا أخوي، روح يا عنزان، جماهير جماهير حلحين يطالبون بعرض من عروضه المعتادة، ما في خطورة، الفوز مضمون 100%، ولكن يلا حركة يا عنزان حركة. عموما على كل حال، تهانينا تهانينا تهانينا، والناموس لمالك حلحين عنزان بن محمد النعيمي على هذا الفوز المستحق، وللمعلومة قام راس وأنهى الشوط راس، تهانينا والناموس المركز الثاني، مصيحان لسالم بن علي الصعاق المركز الثالث، شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المركز الرابع، لعلي بن سعيد بن قحيز المري المركز الخامس، المركز الخامس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، هذه الخمسة المراكز المتقدمة الأولى في هذا الشوط الرابع الثامن في مجموع الفترة المسائية، يصل حلحيل بتوقيت زمني ممتاز 8 دقائق 24 ثانية، جزء واحد من الثانية، تهانينا والناموس لمالك حلحيل عنزان بن محمد النعيمي، وتهانينا والناموس لكل الفائزين في الإطار، وعلى يسارك عزيزي المشاهد انطلاقة جديدة، ولكن مع توقيت المركز الثاني مصيحان قطع المسافة 8 دقائق 27 ثانية، 9 أجزاء من الثانية، تهانينا لسالم بن علي الصعاق المركز الثالث، ننتظر لحظات وصول ثالث المراكز إلى خط النهاية لنذيع توقيته الزمني على مسامعكم مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، يصل في هذه اللحظات شاهين قطع المسافة في 8 دقائق 32 ثانية، جزئين من الثانية.